أندرو كارنيجي، شاب حول فقره الشديد إلى نجاح لا مثيل له، حتى أصبح قائد صناعة المعدنية في أمريكا. ورغم أنه لم يتلقى أي قسط من التعليم في صغره، لكنه صاحب ثقافة واسعة ولقب بشفيع المكتبات. ولد أندرو في اسكتلندا عام 1835، ثم انتقل مع عائلته للعيش في أمريكا. كانت أسرة أندرو فقيرة جداً، فكان يعمل في صغره لمدة 12 ساعة يومياً، لذا لم يجد فرصة للتعلم سوى التي كان يجدها في الكتب المستعارة، فكان يعلم نفسه بنفسه من خلال الكتب. عمل في الكثير من المهن، فبدأ كعامل في مصنع للقطن، ثم عمل كساعي بريد لصالح مكتب تليغراف. شغل منصب معاون مدير الخطوط الحديدية في بنسلفانيا وهو في 18 من عمره. بدأ كارنيجي أول استثمار له في شركة آدم إكسبريس بمبلغ 500 دولار أمريكي، ومن هنا بدأ عمله في الاستثمار الذي ساعده على كسب رأس مال ضخم. ثم بدأ العمل في مجال الحديد، وبسبب اجتهاده وذكائه حقق نجاحات غير مسبوقة واشترى الكثير من حقول الحديد الخام، وأسس بعد ذلك شركة كبيرة أصبحت المصنع الأكبر للحديد الخام بالعالم وأكثر الشركات الصناعية ربحا في العالم في تسعينيات القرن 19، حتى أصبح أندرو ثاني أغنى رجل في التاريخ ولقب به أمير الصلب والمعادن. كان يعلم كارنيجي أن التعليم والثقافة أساس النجاح، وأن الكتب التي قرأها في طفولته كانت السبب فيما وصل إليها. لذا عزم على توفير المكتبات المجانية في كل مكان ليساعد كل متلهف للعلم، فأنشأ حوالي 3000 مكتبة في جميع أنحاء العالم، ولهذا لقب بشفيع المكتبات، كما قدم مساعدات ضخمة في إنشاء المدارس. شاركنا برأيك، هل كانت قراءة الكتب هي سبب نجاح كارنيجي؟